يشهد الريال اليمني تراجعا مخيفا امام العملات الاخرى وخاصه الدولار الامريكي والريال السعودي، كونهما العملتان الاكثر تداولا هنا في اليمن، فقد تجاوز الدولار الامريكي حاجز 300 ريال يمني، ايضا تجاوز 80 ريال سعودي. ياتي ذلك في ظل السلطات الانقلابيه التي تسيطر على البنك المركزي في العاصمه صنعاء، كما يقول مراقبون ان سبب ذلك ايضا هو بعض القرارات اللامسؤولة والقرارات العديمة الخبرة من قبل السلطات الانقلاب التي تقودها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. فقرار التعويم مثلا يجب أن يكون من دولة ذات احتياطي نقدي كبير. أيضا البنك المركزي أصدر قرارا بتسمية ترسيم العملة مقابل الدولار 250، لكن لم يضخ أي عملة للبنوك، فاضطر الناس إلى التوجه إلى السوق السوداء. كل ذلك أثر سلبيا على معيشة المواطن في اليمن بشكل عام وفي مدينة تعز بشكل خاص. فمدينة تعز محاصرة منذ أكثر من سنة، تعيش أوضاعا صعبة ناهيك عن هذا الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار وأسعار الصرف العملات بشكل عام. نحن الآن في سوق باب الكبير وسط مدينة تعز لنرى أوضاع المواطنين وأوضاع التجار، سواء تجار الذهب أو التجار العاديين، ووضع المواطن العادي في ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل أيام فقط تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي ينتظره سنويا أهالي المسلمين في العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل أجمع. ندخل هنا مثلا إلى محل بيع الذهب، حيث شهد ايضا الذهب ارتفاعا كبيرا خلال الايام الماضيه نظرا لارتفاع اسعار العملات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب انت كبائع ذهب لو تصف لنا وضعكم الان. وضعنا الحالي والله الذهب مع ارتفاع العمله خسارتك يوميا 2 مليون 500، لذلك انا بعت تاجر ذهب باليوم الاول، اليوم الثاني مع ارتفاع الدولار غطيت ذهب بشراء خساره 2 مليون 500 ب 2 كيلو. وهذا نظرا لعدم العمله، عدم العمله داخل المدينه عندنا هنا كامل، عدم العمله وارتفاعها تدريجيا يوميا، وهي ترتفع مثلا من 220 ل 225 ل 227 ل 270، ارتفعت يعني بشكل فظيع. ودلاله على كذا اسواق ميته، زمان اسواق ميته للدرجه النهائيه، يعني كذا على كذا، على دلاله على كذا الان كذا. وارتفاع العملة يعني زي ما تقول مدهورة جدا عند العملة مش موجودة. طيب انتم كبائعي ذهب الان كم سعر الذهب اليوم مثلا؟ اليوم الذهب شوف نشتري شراء 10200، نشتري شراء يعني قبل كذا يا اسبوع نشتري كنا 9000، يعني مرتفع خلال الاسبوع 1000 ريال بالقلم. ونظرا للبورصة العالمية واقفة ثابتة، البورصة العالمية دوليا هي واقفة، دلالة ارتفاع العملة هي اثرت بارتفاع الذهب السعر، اما البورصة عالميا واقفة ثابتة. طيب بالنسبة لوضع المواطن، أنتم كبائعي الذهب هنا هل تبيعون أم تشترون؟ ما هو السوق المتحرك؟ السوق المتحرك بقى زبائن عارض إلينا نشتري شراء أكثر من البيع. ما فيش بيع يعني؟ بيع كثيرة ما في والله. شكرا جزيلا. كما أفاد هنا أحد تجار الذهب أنهم خسروا الكثير من المبالغ المالية نظرا لارتفاع أسعار العملة. أيضا هم هنا في مدينة تعز بالذات يعملون لبيع لشراء الذهب من المواطنين، كون الوضع المعيشي للمواطن هنا في تعز وضع صعب جدا، لا يمتلكون السيوله لشراء الذهب. ناخذ ايضا هنا عينه من المواطنين، المواطن اليمني العادي البسيط في الشارع، نساله عن ارتفاع المواد الغذائيه جراء ارتفاع سعر العمله. السلام عليكم اخي. السلام ورحمه الله. يعني كيف وضع الاسعار، وضع المواد الغذائيه الان؟ والله بالشهر هذا بالذات ارتفعت الاسعار بصوره جنونيه بالمره، يعني نتيجه عدم يعني وجود رقابه، وجود احنا مش دارين ايش السبب. كونكم في تعز يعني محاصرين منذ اكثر من سنه، يعني كيف تتوقعون القادم مثلا كشهر رمضان؟ اذا استمر الوضع على ما هو عليه فنتوقع الاسوء، لانه لا ما فيش انفراد. شكرا. ايضا ناخذ مواطن اخر. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. يعني الان كيف وضع الاسعار عندكم؟ وضع الاسعار عندنا في غلاء تزايد، والدولار كل يوم في ارتفاع متزايد، والمواطن يعاني من الاوضاع الحاليه في البلاد والحصار المفروض على المدينه.
يعني ابرز متطلباتكم المعيشيه الان كيف تحصلون عليها؟ احنا نتطلب يعني معيشتنا اليوميه الان، ما تقدر تاخذ معيشه يعني انك توفر لليوم الثاني ولا الاسبوع، يعني معيشتك اليوميه اذا توفرت يعني تعيش يومك. صار الوضع سيء 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 جدا للغايه. شكرا. السلام ورحمه الله وبركاته. والله نحن نعاني من حصار خانق على تعز، وهم يحاصرونا من جميع المنافذ، حتى المنفذ الغربي لم يتم افتتاح حوعه، كان يوم السبت قد حصلوا على وعود بافتتاح المنفذ الغربي فتح طريق الحديدة تعز، لكنهم لا طيب بالنسبه لوضع المعيشه، وضع المعيشه معيشه صعبه، يعني الناس يعانون من فقر ويعانوا من حصار خانق ويعانوا من جوع. ارتفاع الدولار الان، ارتفاع الدولار، ارتفاع يعني العمله الان سعر الدولار وصل الى 100 الى 30,000، والمواطن يعاني من هذا الارتفاع وهبوط العمله. كيف تاثر ذلك يعني على السوق؟ والله يعني اثر، الاسعار ارتفعت الان، يعني كل شيء ارتفع. ايش اقول لك بسبب ارتفاع الدولار؟ شكرا. كما راينا هنا ايضا المواطن هنا يعيش عيشه صعبه، ناهيك عن في الوضع العادي نظرا لحصار المدينه من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. الموظفين هنا، موظفي التربيه، الموظفين الحكوميين توقفت رواتبهم، اوقفت ميليشيا الحوثي وصالح صرف الرواتب، لهؤلاء الموظفين. فمثلا امامي هنا الان استاذ في احدى المدارس في إدارة التربية والتعليم في تعز، كان أستاذاً يعلم الطلاب، الآن أصبح صاحب بائع متجول. هذا الأستاذ، السلام عليكم. عرفنا. السلام ورحمة الله وبركاته. ياسين الخليلي، موجه تربية فنية مكتب. أنت موجه؟ موجه تربية فنية مكتب التربية والتعليم. طيب. راتبي 55,000، يعني لا يكفي إن أنا أوفر لعيالي مصاريف، معي 5 أولاد، يعني نشيل لهم مصاريف، نشيل لهم حليب، معي رضاع، حتى الإغاثات ما حصلناش إغاثات. يعني اللي قاعد يتوزع من جنبنا ما يحصلش. الان مع ارتفاع سعر العمله الصعبه ما نستطيع هذا، رجعت الى ابيع العصير احصل لي باليوم 500 ريال 1000 ريال احيانا 2000 ريال اغطي بها عكس، راتبي 55 يكفي ايجار 25,000 ايجار بيت، مخلى مصاريف يشيل لنا اكل وشرب وملبس للاطفال، وهذا ما نستطيع نعمل اي حاجه. طيب منذ متى وانت تبيع العصير؟ لي الان بدايه الازمه. من بداية الأزمة أنت تبيع العصير؟ أيوة، من بداية الأزمة، لأنه لم ألقى بعد كنت أنا داعية وإعلان أساساً. أنا برضو عندي خطاط وملحم، يعني عندي عدة مواهب معي. أكثر من موهبة لديك. ولكن في زمان، زمن ضايع. زمن يتكالب الكلاب على قصعتها، أو يتكالب المسؤولين علينا، يعني ما نحصلش حتى قوت يومنا. يعني نرجو من المسؤولين أن يتواضعوا قليلاً ويحاسبوا أولادهم قبل أن يحاسبونا. يعطوا لاولادهم زي ما يعطوا لاولادهم، يعطوا احنا من حقنا مش من حقهم. يعني هذه مسؤوليه امام الله، يعني اللي يعني رجعوا مثلا الحق على المواطن، المواطن ايش ذنبه؟ على البيوت من تخرب؟ بيوتنا نحن تخرب، بيت من تضيع؟ احنا من اللي افتقر؟ احنا هم مسؤولين مكانهم، وجودوا اغتناء، وجودوا رفعه، وجودوا وساطه، وجودوا كذا، والجوع عندنا والخراب لنا وكل شيء لنا. نسال من الله يا اما يهدهم ولا يمكن لنا حق الاموال علشان نعيش. كان الله في عونك ان شاء الله. انا جميل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نحن اليوم نسال عن اوضاع المواطنين المعيشيه، كيف وضعكم؟ وضعنا المعيشي والله حاله مدهوره زفت، وضع ما يحسد عليه. وسبب هذا الوضع كله من الميليشيات المدمره، الانسان الظالم الذي خرج من الكهوف هذا الى ارض العلم والثقافه والحضاره الى تعز. الشيء اللي يريدونه يدمروا الوضع تدمير حاليا كامل لاهل تعز وما فيها تعز. انا قريح من شهر 11، كنت معي مجموعه في قبائل البعيره القبائل الغربيه في تبت الارانب، تعورت بيدي سبب قناصي من الاقتحام، راحت العظام حق الكف كامل، الان احتاج زراعه عظم. من شهر 11 وانا مقدم حق الملف الى مستشفى الملك، الى حد الان ما عالق النش ولا شافوا لاي حل. أحد الجرحى الذين لم يستجيبوا لهم. ملفاتنا قد جاهز في ضمن التحالف وضمن مستشفى الملك داخل السعودية. اسمك انت؟ اسمي هشام محمود احمد طالب الشميري.
جبهة العرارة ثبت الأرانب. شكرا جزيلا. كما رأينا وكما سمعنا من المواطنين ومن التجار هنا ارتفاع سعر الذهب، ارتفاع سعر العملة الصعبة وانهيار الريال اليمني أمامها، اضطر المواطنين إلى النزوح وإلى استبدال أعمالهم بأعمال أخرى، إضافة إلى يقومون بعدة أعمال للترزق ولكسب المال. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم يعني ارتفع سعر الدولار ليصل لأكثر من 300 ريال يمني. نعم. كيف أثر ذلك على عيشة المواطن؟ طبعا سبب في ارتفاع الأسعار، ارتفاع جنوني، ارتفاع الوضع المعيشي للمواطن أصبح غير لا يطاق، لا يتحمل، لا يعني الوضع إلى النهاية انتكس إلى اقتصاد الرجال. يعني ماذا تتوقع أنت القادم؟ والله هذا بيد الله، ولكن يبدو حسب الأمور أنها إلى كارثة بتكون. بتنتبه الله لا تتوجه إلى كارثة. هم يعيشون الأمور بيد الله، متوكلين على الله، وعندما تسأل المواطن اليمني يقول على الله وبأمر الله. هذه هي عيشة المواطن هنا في تعز، رغم المعاناة التي تعيشها مدينة تعز اليمن بشكل عام، إلا أن تعز لها ظرف خاص كون مدينة تعز محاصرة من جميع الاتجاهات من قبل ميليشيا الحوثي. وصالح تعد أكثر من مرة خلال الهدنة المعلنة في الكويت بأنها ستفتح المنافذ، بأنها ستفتح الحصار، إلا أن الحصار لا زال مستمرا، أيضا القصف لا زال مستمرا على هذه المدينة، عملية القنص مستمرة نظرا لتمركز هذه الميليشيات في التلال المرتفعة والمحيطة بمدينة تعز. حتى الآن هناك جرحى من المدنيين جراء قصف منطقة شارع 30 بقذائف الهون شرق المداخل الغربية لمدينة تعز، أيضا قصفت منطقة الشماسي هذا في الساعات المدينة لقصف عنيف من قبل هذه الميليشيات. نأخذ أيضا عينا من المواطن. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل اليوم على وضعكم المعيشي في ظل ارتفاع أسعار الدولار. الوضع يعني وضع شماتة، وضع مأساة، وضع في بكل أشياء. طيب أبرز أنت ماذا تعمل؟ نعمل بمخبز. أنت معك مخبز؟ أيوة. طيب السعر الدقيق كم اليوم؟ السعر الدقيق 8500. ارتفع 1500 ريال؟ أيوة ارتفع 1500 فقط. يعني كم كان في السابق الدقيق قبل الأزمة؟ كان بخمسة ألف. كان يعني الآن ارتفع ضعف. أيوة ضعفين. طيب إقبال الناس على شراء الخبز كيف ترى؟ والله خفيف شراء، لأنه السعر غالي حق الروتي، وكم يعني بيشتري إذا كان معه خمسة أفراد ستة أفراد ارتفع السعر. أيوة كان الله بعونكم. السلام عليكم. اسمك؟ حمزة. من؟ حمزة. أين تسكن؟ وادي المدام. تسكن وادي المدام. كيف الوضع عندكم؟ قدائم. قدائم. في قذائف يوصل اللي عندكم. أبوك إيش يشتغل؟ باب كبير. إيش يشتغل أبوك؟ قبابة. يبيع قبابات. أبوك يبيع قبابات. كيف تشوف الوضع أنت في تعز يعني؟ إيش اشتريت اليوم؟ أنا اشتريت صندل. اشتريت صندل. أين تدرس؟ ناصر. تدرس مدرسة ناصر الدراسة عالية. كما نرى وضع تعز وضع خاص، وضع تعز تعيش في حصار خانق. المواطن هنا لا تسأل أي مواطن ليرد علينا برد إيجابي، جميع الردود سلبية وجميع الردود معاناة ومأساة تعيش هذه المدينة. أيضا يشكو المواطن من عدم استجابة الحكومة الشرعية وأيضا دول التحالف لما يعاني أبناء تعز، عدم دعم المقاومة بالسلاح لفك الحصار عن المدينة. هذا فاقم من المعاناة في ظل أيضا كما قلنا ارتفاع أسعار الدولار والعملة الصعبة، زادت من تفاقم المعاناة هنا في مدينة تعز. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة من منطقة سوق باب الكبير وسط مدينة تعز. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.